يمكن اللي متابعني منكم على صفحة الفيسبوك يعرف ان الاسبوع الماضي اعلنت عن صفقة انتقال جديدة للاعب من اصول مصرية، وقلت ان هعلن كل التفاصيل يوم السبت، والنهاردة السبت، فهنعرف كل التفاصيل ان شاء الله بالصور وبالفيديو. بس قبل ما نكمل الحلقة وندخل في اي تفاصيل، انزل دلوقتي اضرب لايك للفيديو، عايزين النهاردة نوصل ل2000 لايك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتي اول باول، وارجعوا لي بسرعة عشان ندخل في التفاصيل. يمكن واحد من اهم اللاعبين مزدوجي الجنسيه اللي قدمناهم للكره المصريه والحقيقه دايما رافع راسي هو تيبو غوبرييه لاعب هوفنهايم الالماني، اللاعب اللي بيحمل اصول مصريه من جهه الام وبيحمل الجنسيتين الالمانيه والمصريه. الحقيقه تيبو غوبرييه بيلعب في مركز الهاف ديفندر رقم 6 وكمان مركز قلب الدفاع كمركز ثاني بجانب لاعب خط الوسط. والنهارده بقى الخبر اللي معانا ان تيبو غوبرييه بينضم رسميا لنادي ماينز الالماني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع هوفنهايم، وبعد موسم الحياة كان صعب جدا جدا ليه في هوفنهايم، وحنقول ليه بعد شوية. النهاردة كمان معنا حصريا لأول مرة صور وفيديوهات التوقيع لتيبو غوبرييه مع نادي ماينز، واللي بتتنشر معنا لأول مرة وقبل اي حد، قبل حتى نادي ماينز نفسه او اللاعب نفسه. وخلونا قبل ما نتكلم في تفاصيل الانتقال اكلمكم شوية عن تيبو نفسه واهم مميزاته. فتيبو من وجهة نظري عنده مميزات كتيرة جدا، سواء من الناحية الفنية او من ناحية الشخصية والعقلية. اولا على مستوى الشخصية، فهو اكتر لاعب قابلته من مزدوجي الجنسية عنده شخصية قيادية كده بالفطرة، وده يمكن اللي بيخليه دايما في اي نادي بيروحه تلاقيه دايما بياخد شارة القيادة او شارة الكابتن. حتى لما تسمعه بيتكلم دايما هتلاقي عنده حماس كبير جدا، خاصة لما نتكلم عن منتخب مصر. فهل انت عندك الاستعداد لو جالك الدعوة من منتخب مصر انت فعلا تيجي وتلعب باسم منتخب مصر؟ اكيد طبعا، ده هيبقى شرف ليا ان انا العب لمنتخب مصر، او يبقى كنت ابقى لابس التيشيرت بتاع منتخب مصر ونلعب ضد السنغال ونلعب ضد المغرب وكده. انا بقى مبسوط وانا عايز ان ده يحصل وان شاء الله. والحقيقة تيبو لما ضمناه لصفوف منتخب مصر للناشئين لأول مرة مع الكابتن محمد وهبة، الكل فعليا كان متفاجئ منه، مش بس فنيا ولكن كمان على مستوى الشخصية والعقلية. يعني من أول تمرين ليه مع المنتخب المصري كنت تلاقيه بيزعق، بيطلب الكرة، بيوجه زمايله، رغم أنه هو أحدث وجه منضم للفريق، ما كنتش تلاقيه خايف، ما كنتش تلاقيه مكسوف. ويمكن بالمناسبة إجابته اللغة العربية واللهجة المصرية كان ليها دور كبير في الموضوع ده. لو نتكلم بقى فنيا عن تيبو، فتيبو لاعب خط وسط رقم 6 ما شاء الله زي الكتاب ما بيقول، دايما تلاقيه مالي منطقة نص الملعب، تحركات يمين شمال، دايما مغطي المنطقة بالكامل، ودايما تلاقيه في المكان الصح بيضغط وبيستخلص، دايما تلاقيه في المكان الصح لزمايله فاتح زوايا للتمرير، عنده قوة كبيرة جدا في الالتحامات، عنده تسديد قوي من بعيد، هيدر ما شاء الله جامد جدا.
نرجع بقى لقصة انتقال تيبو لنادي ماينز. الحقيقة ان تيبو في المواسم الماضية كان واحد من اهم نجوم نادي هوفنهايم، دايما هتلاقيه موجود في كل المباريات، هو كابتن الفريق، والحقيقة نادرا ما كان بيخرج من الملعب. ولكن مع بداية الموسم الحالي في هوفنهايم اتغير المدرب، وهنا تفاجئ تيبو ان الراجل ده ما فيش ما بينهم اي كيمياء، دايما حاطط تيبو في دماغه، دايما بيستبعده، حتى ما فيش اي تواصل بينهم، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا لتيبو، ما بيشاركش خالص في المباريات، وزي ما بقول حتى الراجل ما بيتكلمش معاه، وعشان كده قرر تيبو ان هو يترك الفريق في نهاية الموسم، خاصة انه كان ده هو الموسم الاخير ليه في عقده مع هوفنهايم. والحقيقة ان تيبو كان عنده اكتر من عرض، مش بس عرض نادي ماينز، ولكنه اختار ماينز لان النادي ده الحقيقة كان مقتنع به جدا جدا، وكان فيه اصرار على التعاقد معاه، وقدموا له افضل عقد من بين كل العروض اللي كانت متقدمة لتيبو، وكان كمان عندهم استعداد ان هم حتى لو اللاعب مش فري في السوق ان هم كمان يدفعوا فيه قيمة انتقاله لنادي ماينز. والمفترض ان شاء الله في الموسم القادم تيبو هيشارك مع فريق تحت 19 سنة بنادي ماينز، وشخصيا بتوقع ان شاء الله في خلال موسمين هنشوف تيبو في الفريق الاول لنادي ماينز، وفقا للامكانيات اللي عند تيبو اللي دايما بتكلم عنها واللي مقتنع بيها جدا. وزي ما بقول في منتخب مصر الراجل ده ابهر الجميع، وشفناه شارك في بطولة تصفيات كاس افريقيا مع المنتخب، وشارك اساسي وفرض وجوده على الفريق، وكان بالعكس كان واحد من اهم نجوم الفريق ان ما كانش هو النجم الاول في مباريات التصفيات اللي خاضها مع منتخب مصر. فان شاء الله اتوقع موسمين وهنشوف تيبو ده في الفريق الاول لنادي ماينز باذن الله. ومع انضمام تيبو لنادي ماينز بيكون خامس لاعب مصري في التاريخ يتواجد في النادي ده، بعد كل من محمد زيدان وجمال حمزة على مستوى الكبار او الفيرست تيم، وبعد كل من امين فاروق وياسين السقا على مستوى الناشئين. لكن طبعا يظل محمد زيدان هو النجم الابرز في صفوف نادي ماينز، واللي حقق معاه نجاحات كبيرة، واللي بالمناسبة تيبو نفسه اتفاجئ لما شاف مهاراته معايا في لايف سابق. فتعالوا كده فكركم برد فعل تيبو لما شاف مهارات زيدان لاول مرة. هعرض لك انت يا تيبو فيديو للاعب تاني، وبرضه عشان اسهلها عليك انا جبته لك من المانيا، تمام؟ شوف الفيديو وقول لي مين اللاعب. يلا بينا. شوف التمويه، ما هو هني، شوف التقدم عملها ودي السلام. اها رقصة على قوة المصريين، رقصة وحطها في المرمى واعلن عن تقدم الفريق الضيف. الضيف ومن اللاعب ايضا اللي هو يعتبر ضيف على الملاعب الاوروبية العربي. ده تيبو لعيب مصري كان محترف في المانيا وكان مكسر الدنيا. يعني انت ايه رايك في الهدفين اللي انت شفتهم دول؟ لعب في ماينز ودورتموند، لعب في ماينز ودورتموند وهامبورغ. انا مش متاكد، انا خايف اقول غلط. بس بص انت خد بالك ان ابراهيم اتقدم عليك 1-0، تمام؟ طب استنى، فانت ممكن تسال حد وممكن تسال المتابعين زي ما تحب يعني، وخد بالك عشان ما يفرقش عنك ابراهيم كتير. لا انا عايز اقولها. قول. محمد زيدان صح مظبوط. ما تابعتش انت محمد، لحقتش زيدان يا تيبو، كنت صغير.
بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. سيبولي رأيكم في التعليقات وقولولي هل تيبو يكون خليفة زيدان في ماينز ولا الأمر صعب؟ ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تضرب دلوقتي لايك للفيديو، عايزين نوصل النهاردة ل2000 لايك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتي أول بأول. كنت معاكم وسيم أحمد، أشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.